بسم الله الرحمن الرحيم. محمد فاطمي، أمين مال مكتب الهلال الأحمر المغربي بوجدة. الاحتفال بهذه المناسبة هو احتفال باليوم العالمي للحركة الدولية للصليب الأحمر والهلال الأحمر، وهي مناسبة للاحتفال بالأسبوع الوطني للهلال الأحمر المغربي. هذه المناسبة اختير لها شعار ابقاء الإنسانية حية، وتنم عن حضور الهلال الأحمر ومتطوعي الحركة بصفة عامة إلى جانب الإنسان للتخفيف من المعاناة التي يعيشها. 8 ماي هي ميلاد مؤسس الحركة الدولية للصليب الأحمر والهلال الأحمر هنري دينون، والتي جاءت نتيجة ما شهده من معاناة إنسانية جراء حرب سولفيرينو. واليوم نعيش معاناة لا تقل قساوة عن المعاناة التي كانت نعيش اليوم، معاناة الشعب الفلسطيني جراء الصراع المسلح، نعيش معاناة جراء الكوارث الطبيعية، جراء ضعف نقص الموارد، جراء الجائحة. إذن فالمعاناة الإنسانية حاضرة دائما، والمتطوعين حاضرون دائما للتخفيف من هذه المعاناة. الهلال الأحمر والحركة الدولية تقدم مساعدات إغاثة، تقدم تكوينات في عدة مجالات، مجالات الإسعافات، مجالات التدخل في حالات الطوارئ، كما تقدم الإغاثة مساعدات إغاثية، ملابس، مساعدات غذائية إلى غير ذلك. فنحن حاضرون دائما إلى جانب الإنسان للتخفيف من معاناته. وشكرا. رمضان مختاري، نائب رئيس بالهلال الأحمر المغربي لعمالة وجدة أنقاد. في إطار تخليد اليوم العالمي للصليب الأحمر والهلال الأحمر والأسبوع الوطني للهلال الأحمر المغربي من 8 ماي إلى 15 منه، نظم مكتب الهلال الأحمر المغربي لعمالة وجدة أنقاد هذا اليوم حفلا مميزا تم خلاله إعداد مجموعة من الأنشطة برسم هذه السنة. ويندرج هذا الحفل كذلك في إطار الاحتفال بالذكرى 21 لميلاد ولي العهد الأمير مولاي الحسن. دونك بسم الله الرحمن الرحيم. هذا اليوم نتاع الاحتفال اللي كيصادف 8 ماي 2024 كان بمناسبة اليوم العالمي 8 ماي والأسبوع الوطني للهلال الأحمر المغربي، اللي كنخلدوه ككل سنة، وكنعادوا فيه مجموعة من الأنشطة، بينهم الأنشطة اللي قام بها مكتب عمالة وجدة أنقاد للهلال الأحمر المغربي ومجموعة من الأنشطة أخرى.